بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل إن شاء الله الشابتر الثالث، اللي هي الآن الجزء الثاني من الشابتر الثالث، وهي عملية الولادة اللي احنا بنسميها ليبر. طيب ليبر، احنا قلنا انه البريجنانسي هي عبارة عن 3 مراحل، تقسمت له 3 مراحل. ايضا عملية الليبر أو الولادة هي أيضا 3 مراحل، تمام. كل واحدة من هذه المراحل في إلها خصائص معينة، تمام. طبعا عشان تكون في الصورة، يعني إنه عملية الولادة كيف بتبدأ عملية الولادة، هذه علمها عند ربي. هذه سبحان الله، يعني لحد الآن العلم عجز على إنه يفسر كيف بتبدأ عملية الطلق، تمام. وإيش معنى إنه في الشهر التاسع في ناس بتولد في أول يوم، في ثاني يوم، في ممكن بتخلص الشهر التاسع. هذه سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يأذن بخلق إنه هذا المخلوق، إنه هذا الجنين يخرج إلى هذه الحياة الدنيا. فهذا سبحان الله يعني أمر رباني، إلى الآن ما قدروا إنهم يفسروا كيف بتبدأ عملية الولادة. طيب طبعا انتم عارفين انه اي وحدة ست حامل في نهاية شهرها، تمام. كيف احنا بنعرف انه فعلا بدأت عملية الولادة، او انها الان هي اصبحت او دخلت مرحلة الولادة؟ عن طريق اللي احنا بنسميه باللغة العامية الطلق، تمام. ايش هو الطلق؟ الطلق عبارة عن muscular contraction، وين؟ في اليوترس. muscular contraction في اليوترس، وبكون عندي regular and strong involuntary contraction. ديروا بالكم involuntary contraction، أكيد هذا إشي، تمام، غير إرادي. لا السموث مصل لا اليوترس are the primary symptom of labor، اللي هي هذه بتدلي على أنه أنا فعلا الست الآن دخلت مرحلة الولادة. طيب through labor produces palpable changes in the cervix which are known as effacement and dilatation. في عندي مصطلحين مهمات كثير كثير كثير، تمام، اسمهم الإفاسمنت اند دايلاتيشن. ايش معنى إفاسمنت؟ إفاسمنت انه الرحم نفسه او جدار الرحم، يا جماعة انتوا عارفين انه بكون جدار الرحم خميل جدا، ليش؟ علشان يكون يتحمل الضغط تبع الجنين، لانه بكون طبعا الاول ما بتلتصق اللي هي البويضة لما تكون ملقحة بتروح، تمام، تلتصق في جدار الرحم. جدار الرحم قلنا عشان يقدر انه يعطيها التغذية اللازمة ويقدر انه يوفر لها حاضنة لها، فبروح هو بتضخم. طبعا كل مرحلة الولادة بصير يتضخم اكثر واكثر واكثر واكثر، تمام. عشان انا الان يتم عملية الولادة لازم التضخم هذا يرجع لوضعه الطبيعي. يعني ايش بده يصير فيه؟ يعني فعليا بده، تمام، العرض تبعه يقل لأكبر درجة ممكنة، بصير بالضبط قد عرض الورقة. كيف بالضبط؟ سمك الورقة، السمك تبعه بقل لما يوصل لسمك الورقة. إذا إفاسمنت هي عبارة عن shortening or thinning of the cervix from a thickness، تمام، هو بكون خميل جدا بعدين بصير له thinning، بنحف بنحف، بصير بخمل الورقة، تمام، تقريبا 5 سم before onset of labor to the thickness of a piece of paper. بكون تقريبا ثم السمك تبعه 5 سم بصير بسمك الورقة. فانتوا الكم انكم تتخيلوا قديش يعني هو بيفقد من سماكته علشان يهيئ للولادة. الحالة الثانية dilatation. dilatation اللي هو اكيد بتسمعوه لما واحدة بتروح ست حامل بتروح على قسم الولادة، كيف الأمور؟ تمام، والله هذه موسعة. هذه هي معناها الدايلاتيشن، أنه صار في عندي توسع في الرحم، وهي عبارة عن opening of the cervix، اللي هي أنه السيرفيكس أو عنق الرحم بينفتح بيتوسع، تمام، من الفينجر تيب اللي هو تقريبا من خمل الأصبع لحوالي 10 سنتي أو 4 انش، تمام. وهنا كثير اكيد بتسمعوا انه هذه موسعه قراط، موسعه قراطين، موسعه 3 قراريط، موسعه 4 قراريط، وهذه 4 قراريط اللي هي هذه تعتبر اللي هي المرحله النهائيه من التوسع، اللي هي الان بتصير الست جاهزه لايش؟ لعمليه الولاده. طيب الصوره هذه بتوضح لي، شايفين قديش هنا، تمام، اللي هي الثيكنس
تبعت الرحم، تمام؟ هاي الثيكنس قديش تقريبا؟ احنا قلنا 5 سنتي، شايفين قديش صارت؟ صارت تقريبا بتضلها تنحف لما تصير بسمك الورقة. طيب نجي للمرحلة الثانية، هذه بنسميها ايش؟ الإيفاسمنت، انه هو لما يقل السمك تبعه. طيب المرحلة الثانية اللي هي بنسميها الدايلاتيشن، شايفين قديش هان التوسع؟ تمام. المرحلة الثانية تمام صار 5 سنتي، بعدين فولي دايليتد لما يوصل ل 10 سنتي أو اللي هي 4 قراريط. طيب إيش الفرق بين الترو ليبر بين والفولس ليبر بين؟ إيش بعرفني إنه هذا الطلق هو طلق ولادة ولا لا؟ طلق الولادة يا جماعة بكون ريجولر، الكونتراكشن الطلق في بينه وبين كل كونتراكشن والتاني بكون في فيكست انترفال، يعني بكون في فترات ثابتة، تمام؟ يعني كل ثانيتين بصير عندي طلق، كل 5 ثواني مثلا بصير عندي طلق، كل 5 ثواني، كل 5 ثواني. طيب هذا رقم واحد، إذا الأول بكون إيش؟ ريجولر. الثاني لا، بصير طلق وبشد، بعدين بقعد فترة ما فيش طلق خالص، تمام؟ بعدين ممكن يجي شوية ويروح، فهذا إيش؟ غير منتظم. طيب الترو ليبر الطلق اللي هو الحقيقي، تمام، increase progressively in frequency, duration and intensity، بصير يزيد، تمام، يزيد قوة الطلق نفسه وبتصير تكرار الطلق نفسه بزيد. يعني مثلا كان كل دقيقة بس 4 مرات، لا بصير كل دقيقة 6 مرات، بعدين بصير في الدقيقة اللي بعدها 8 مرات، بعدين في الدقيقة اللي بعدها 10 مرات، وكل الدقيقة بتمر عليه بصير أقوى، من اللي هي الانتسي تبعته بتكون أقوى. في الفولس ليبر اللي هو لما ما يكون في عندي فعلا طلق حقيقي او طلق كاذب بنسميه، بكون طبعا ما فيش عندي زيادة في اللي هي الطلق. طيب pain is felt in the abdomen and radiating to the back، في عندي ألم في البطن زائد، تمام، الألم هذا بلف على اللي هو ايش؟ الباك. طيب في الفولس ليبر بكون البين از فيلت مينلي ان ذا ابدومن، ما فيش عندي ألم في الباك. طيب بكون في عندي في الترو ليبر لو اجى فحص الطبيب حيلاقي انه والله في عندي الافاسمنت، صار في السمك تبع الرحم بكون قل بشكل كبير جدا، زائد انه صار في عندي توسع هناك، ما صار في عندي نو افاسمنت اور دايلاتيشن. membranes are bulging during contraction، الممبرين تبعت اليوترس بصير لها bulging، زي بصير فيها تمام تضخم لبرا. هناك في الفولس ما فيش تضخم. نو ريليفد not relieved by antispasmodic or sedatives، لو عطيتها ريلاكسون، لو عطيتها مسكن، ما بخف الوجع نهائيا. ليش؟ لأنه هنا contraction حقيقي، هذا جاي، تمام، يعني هذه مرحلة ولادة. لكن في الفولس ليبر لو عطيتها مسكن، لو عطيتها مصر ريلاكسنت، ممكن انه يخف الالم. اذا خف الالم معنى ذلك انه هذا مش الم طليق. لكن لو انا عطيتها والله مسكن وعطيتها مصر ريلاكسنت وعطيتها اللي هي الادويه اللي سيداتيفز، المسكنات، ما بخفش الالم، معنى ذلك انه انا داخل في ترو ليبر، انه في ولاده حقيقيه. طيب ايش هي مراحل الولاده؟ هاي المراحل، تمام، في عندي 3 مراحل زي ما انتم شايفين. المرحلة الأولى، تمام، الأكتيف فيس اللي هي، تمام، الجنين هنا بحاول، شايفين بيبدأ اللي هو يعمل حركات معينة بحيث انه هو بده يطلع الآن من الرحم، وبصير في عندي زي ما قلت لكم اللي هي الإفاسمنت، وبصير في عندي الدايلاتيشن، بعدين بيطلع اللي هي عملية اللي هي الرأس، بتبدأ رأس الجنين يطلع. بعد ما ينولد الجنين بتيجي المرحلة الثالثة اللي هي بدي أولد المشيمة، بدي أطلع المشيمة. عملية المشيمة يا جماعة عملية صعبة ومعقدة، مش سهلة، لأنه ممكن يصير نزيف، ممكن يصير مضاعفات كثيرة، ولذلك إحنا، تمام، بعد أو المرحلة الأخيرة من مراحل الولادة هي مرحلة خروج المشيمة أو ولادة المشيمة. طيب الستيج الأولى، تمام، الستيج الأولى by the end of this stage the cervix is fully dilated and there are no doubt that baby is about to be delivered. خلاص صار في عندي effacement، صار في عندي dilatation، تمام، الآن بصير في عندي 3 مراحل. المرحلة الأولى، تمام، في عملية الولادة بتنقسم إلى 3 مراحل: cervical dilatation, middle phase والtransition phase. تفصيلهم cervical dilatation بصير في عندي cervix dilated من 0 ل 3 سنتي،
dilatation تمام واليوتيراين contraction occur from the top down causing the cervix to open and pushing the fetus downward تمام بتبدأ من فوق إلى الأسفل عملية اللي هي الكونتراكشن. المرحلة الثانية بتوسع من 4 إلى 7 سنتي. المرحلة الثالثة بتوسع من 7 إلى 10 سنتي اللي هي هذه كلها عبارة عن مرحلة الدايلاتيشن تمام. طبعا كل مرحلة عن مرحلة بزيد اللي هي عملية إيش الطلق اللي هي الكونتراكشن بتصير سترونج أكثر، الفريكوانسي تبعتها بتزيد والإنتنسيتي أيضا بتزيد. طيب إذا هاي المرحلة هذه اللي هي مرحلة اللي هي الإفاسمنت والدايلاتيشن تمام، وشايفين هنا التعرجات هذه عبارة عن contraction بتزيد. الستيج الثانية اللي هي بنسميها البوشينج اند اكسبالجن اوف ذا فيتس، انه انا بيصير في عندي دفع للجنين الى الخارج، خلاص بدي اطلعه الان. طيب مين اللي بيتولى هذا الموضوع؟ الانترا ابدومينال بريشر تمام، هي القوة الاولى تمام اللي هي ضغط الداخل تجويف البطن بيبدأ يزيد بشكل كبير جدا بحيث انه ينزل الجنين الى الاسفل عشان يطلعه ويقذفه تمام الى الرحم، عشان الرحم يقذفه خارج اللي هو ايش الرحم وتصير عملية خروج الجنين. طيب هو عبارة عن voluntary contraction of the abdominal muscle and the diaphragm. بعدين بصير في عندي uterine contraction may last as long as 90 seconds during this stage. بعدين بصير في عندي الكونتراكشن في اليوترس برضو عشان يطلعوا بتقعد حوالي 90 ثانية يعني دقيقة ونص تمام. وفي عندي هنا يا جماعة حاجة بنسميها الكاردينال موفمنت اوف ليبر، هذه الكاردينال موفمنت اللي هي هذه الحركات اللي الجنين بيتموضع فيها تمام علشان يقدر يطلع من وين؟ يقدر يطلع من الحوض وبعدين يطلع من الرحم. هذول في عندي 2 4 6 7 حركات تمام، هذول السبع حركات لازم تحفظوهم بشكل متتابع ومتسلسل. يعني الحركة الأولى engagement، الحركة الثانية descent، بعدين بعمل flexion internal rotation، بعدين extension، بعدين external rotation، وبعدين اللي هي expulsion. لازم تحفظوهم، هذه الحركات بتجي متتابعة مع بعض، يعني عفوا بعد بعض، يعني engagement بيجي بعدها descent بيجي بعدها. بنفعش تقول بعد الفليكشن يصير عندي extension ولا تقول لي external rotation. بعد الفليكشن internal rotation، بعد الانترنال rotation extension، بعده external rotation، بعده اللي هو الاكسبالجن. لو جينا ناخذ ايش معنى الحركات هذه، engagement الانجيجمنت هلقيت الجنين بكون نازل براسه تمام لتحت تمام، وهذه الجنين اللي هو جمجمة الجنين تبدأ تنزل وين؟ في البلفس تمام، تنزل بدفعها البطن باتجاه البلفس. كيف بده يعدي البلفس؟ بيعدي من اللي إذا فاكرين لما أخذنا الأناتومي تبعت البلفس، في عند البلفس أوتلت تمام، وفي عند البلفس إنلت تمام، وفي عند الميد بلفس. هو هيعدي من وين؟ هيعدي من البلفيك إنلت، هيعدي من مدخل اللي هو ايش البلفس وبنزل لتحت engagement. طيب descent بيظله نازل لتحت، هو راسه شبك في البلفس في البلفيك انلت تمام. The greater transverse diameter of the fetal head pass through the pelvic inlet، يعني الجمجمة تبعت الجنين بدأت فعليا تدخل في اللي هو الحوض او في مدخل الحوض. طيب لقيت ايش بيعمل؟ بكمل برضه بيظله نازل لتحت continual downward progression of the fetus، وهذه بتسميها descent. descent يعني هبوط. بعدين الجنين بعمل flexion. ليش بعمل flexion هنا تمام؟ this occur when the descending head meets resistance from the wall and floor of the pelvis and the cervix. البلفيك فلور مسل بتعمل عندي تمام resistance، فهو بروح بعمل flexion عشان يقدر انه يتغلب على الresistance هذه. هلقيت بيواجهوا مشكلة في الميد بلفس إذا أنتوا فاكرين تمام، في عندي اللي هي الإسكيل سباين اللي هم البروز اللي طالع، هذا البروز خطير جدا لأنه لو الجنين خبط فيه هيروح تمام، ممكن يعمل له هيد إنجري أو ممكن يعمل له كات في فروة الرأس أو في اللي هي الجمجمة مثلا. فهنا عشان يتغلب على الاسكيال سباينز هذه اللي موجوده في الميد بلفس بروح ايش بعمل؟ بروح بعمل عمليه ايش؟
internal rotation، بروح بيعمل internal rotation عشان يتغلب عليها وما يصير احتكاك بينه وبين الاسكال سباين. طيب لقيت لما يعمل internal rotation تمام، بعدها بطلع the flexed fetal head reach the vulva تمام، هلقيت خلص وصل اللي هي الفالفا، الفالفا اللي انتم عارفين اللي هي الاكسترنال اورجان اوف ذا جينيتاليان سيستم تمام. فبروح بعمل ايش؟ بعمل اللي هي خلاص طلع راسه الان الى الفضاء الخارجي، فهنا بعمل اللي هو طبعا لانه راسه كان في فليكشن وكان في انترنال روتيشن، فالان بحكم انه طلع من الضيقه هذه فاليوم هو بعمل ايش؟ بعمل اكستنشن. The fetus extend its head, bringing the base of the occiput in direct contact with the inferior margin of the maternal symphysis pubis. تمام بالضبط بتكون قباله symphysis pubis. بعدين بعمل external rotation عشان يطلع الشولدر تبعته. تمام external rotation. بعدين بصير في عندي الاكسبالجن الكونتراكشن المسكولر كونتراكشن اللي بصير في اليوترس مع الكونتراكشن بتقذفه لبرا بتدفعه للخارج. تمام هذه الحركات لازم تحفظوها بالترتيب. اذا شايفين هنا هذه اللي هي عمليه الانجيجمنت، انجيجمنت يعني صار التحام ما بين الهيد تبعت الجنين مع اللي هي البلفيك انلت تمام. وبعدين عشان يتغلب على الاسكيل سباين بيعمل انترنال روتيشن زي ما انتم شايفين. هذه هي الحركات تبعت الجنين تمام، هيو شايفين لما بيعمل اللي هي الانجيجمنت تمام، وبعدين بعمل بس يطلع من الرحم ايش بعمل؟ بعمل اكستنشن في الهيد، وهنا بعدين بعمل اللي هي ايش؟ الاكسترنال روتيشن عشان يطلع اللي هي الشولدر، بعدين لانه ما بقدرش يطلع تو شولدر مع بعض بطلع اول شولدر بعدين بطلع الشولدر الثاني. قلنا هذه هي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه اللي هي ايش؟ خروج المشيمه. خروج المشيمه الاكسبالجن اوف ذا بلاسينتا افتر ديليفري ذا يوترس كونتينيوس تو كونتراكت اند شرينك كوزينج the placenta to detach and be expelled تمام، تطلع برا المشيمة. بعدين طبعا المشيمة هذه as the uterus decrease in size the placenta detach from the uterine wall blood vessels are constricted and bleeding slow، تبدأ طبعا بصير معاها نزيف تمام، وبعدين بصير في مكان المشيمة هذا سبحان الله يعني هذه رياكشن من الجسم بصير في عندي كلوتينج تمام اساس انه يوقف النزيف. تقريبا هذه بتقعد ولاده المشيمه بتقعد من حوالي من 5 دقائق الى 30 دقيقه بعد الولاده تمام. هذه هي المشيمه طبعا بتطلع من الرحم. طيب اليوترس بضله في يعني حاله كونتراكشن تمام، وبعدين بقل السايز تبعه تقريبا بقعد من 3 إلى 6 أسابيع لما يرجع لوضعه الطبيعي. هذه العملية بنسميها يوتراين انفوليوشن، يعني انه اليوترس بضله في مرحلة كونتراكشن زائد انه السايز تبعته بتصغر تمام يوم عن يوم بشكل تدريجي. هوماتوما فورم اوفر ذا يوتراين بلاسينتا سايت، بصير في عنده هوماتوما تجمع في الدم، بصير في عنده كلوتينج عشان يبطل في عندي نزيف. بعدين the uterus always remains slightly enlarged over its pre-pregnant size، يعني لو واحدة حملت تمام ما كانتش حامل قبل هيك بعدين حملت حيرجع حتى لما يرجع الرحم بيرجع أكبر من الرحم في وضعه الطبيعي قبل الولادة، بيرجع أكبر منه إلا ما يكون تمام صاير في تضخم نتيجة التغيرات اللي صارت نتيجة الحمل. طيب الله يعطيكم العافية. الآن طبعا بننهي المحاضرة هذه وبعدين إن شاء الله حنكمل في المقطع القادم على إيش هي التغيرات الفسيولوجية اللي بتصير في الجسم نتيجة البريجنانسي، إيش تأثير البريجنانسي على أجهزة الجسم الأخرى. الله يعطيكم العافية والسلام عليكم.